انطلقت في القاهرة اليوم وعلى مدى 3 أيام فعاليات المنتدى العربي السادس حول آفاق توليد الكهرباء وإزالة ملوحة مياه البحر بالطاقة النووية. يناقش المنتدى برامج الطاقة النووية في الدول العربية وفرص تعزيز التعاون العربي في قضايا رئيسية تتعلق بالطاقة النووية. كما يهدف المنتدى إلى دعم توجه الدول العربية نحو تطوير واستخدام الطاقة النووية على مستوى صانع القرار والمستوى الجماهيرية، وكذلك تبادل المعلومات والخبرات بشأن المنهجيات الوطنية لدراسة الطاقة النووية بغرض تأهيل وتطوير الموارد البشرية. إنه لا يسعدنا هنا في مصر أن نتبادل الخبرة مع أشقائنا العرب وأن نعمل سوياً وبالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمؤسسات والشركات الضالعة في مجال الطاقة النووية من أجل تذليل كافة الصعاب والمعوقات لتحقيق الاستثمار الأمثل لجميع التطبيقات والاستخدامات السلمية للطاقة النووية. وتعتبر القواسم المشتركة التي تجمعنا والرعاية السياسية الملموسة لمثل هذه المشروعات الاستراتيجية بمثابة القوة الدافعة لاستكمال العمل الدؤوب والمثابرة لتحقيق ما نطمح به جميعاً من طاقة آمنة مستدامة واستخدام أمثل لمختلف التطبيقات السلمية للطاقة النووية. الطاقة النووية كمصدر من مصادر الطاقة يمكن أن تلعب في المستقبل دوراً مهماً في مساعدة الدول العربية للحصول على طاقة نظيفة بأقل أضرار بالبيئة. ونذكركم بالقرار الذي أخذ أخيراً في مجلس النواب الأوروبي حيث اعتبر أن الطاقة النووية أصبحت طاقة نظيفة. لقد أصبح خيار اللجوء إلى الطاقة النووية كمصدر لتوليد الكهرباء وإزالة ملوحة مياه البحر خياراً استراتيجياً بالنسبة للدول العربية يجب الإعداد له على المدى المتوسط والطويل. وكانت مراسلة التلفزيون المصري سالي سالم قد وافتنا بهذه الرسالة من فعاليات المنتدى العربي السادس حول آفاق توليد الكهرباء. تحياتي لكم ولمشاهدينا الكرام، نتابع مع حضراتكم انطلاق أول أيام أعمال المنتدى العربي السادس للطاقة النووية. هذا المنتدى الذي يقام تحت عنوان أفاق توليد الكهرباء وإزالة ملوحة مياه البحار بالطاقة النووية. هذا المنتدى الذي انطلقت أعماله صباح هذا اليوم ويستمر لمدة 3 أيام حتى 8 من هذا الشهر. المنتدى يقام تحت رعاية دولة رئيس الوزراء وتنظمه هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء بالتعاون مع جامعة الدول العربية وأيضا الهيئة العربية للطاقة الذرية. تأتي أهمية انعقاد هذا المنتدى السادس الذي يأتي استكمالا للخمس منتديات السابقة، أهميته في هذا التوقيت تحديدا في الوقت الذي أقامت فيه مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة محطات نووية لتوليد الكهرباء، وفي إطار أيضا سعي وتوجه الدول العربية لإدراج هذا الخيار ضمن استراتيجيتها لتأمين مصادر الطاقة وتنويع مصادر الطاقة في البلدان العربية المختلفة. عدة أهداف توضع على طاولة هذا المنتدى العربي السادس خلال 3 أيام وهي مدة إقامته. تأتي في صدارة هذه الأهداف دعم توجه الدول العربية على مستوى صانعي القرار والمستوى الجماهيري لاستخدام وتطوير الطاقة النووية. لدينا أيضا التواصل والنقاش بين ذوي الاختصاص في الطاقة النووية لتأهيل الكوادر البشرية والتنويع في استخدام الطاقة. لدينا أيضا العلاقات المتبادلة بين الطاقة النووية والبيئة. لدينا تبادل المعلومات والخبرات بين الشركات وذوي الاختصاص في هذا الصدد من خلال عدد من الجلسات والموائد المستديرة. لدينا تقييم للبنية التحتية للدول العربية وكيفية إنشاء محطات نووية داخل هذه الدول. لدينا أيضا تأهيل القوى البشرية وتأهيل الكوادر الفنية البشرية للعمل في هذه المحطات. تقييم إمكانية إقامة بعض المفاعلات النووية الصغيرة داخل البلدان العربية لتوليد الكهرباء وأيضا إزالة مياه البحار والمحيطات. تم افتتاح هذا المنتدى صباح هذا اليوم من قبل
وزير الكهرباء ووزيرة البيئة وأيضا عدد من القيادات في جامعة الدول العربية والمهتمين والمتخصصين في هذا الشأن أيضا من الوزارات المختلفة. وأيضا تم افتتاح مؤتمر ومعرض يقام على هامش هذا المنتدى وهو المتخصص لكافة الشركات سواء المحلية أو العالمية، وهو فرصة لجذب وإتاحة الفرصة للمشاركين والزائرين والمترددين على هذا المنتدى لتبادل الأفكار وفرصة للاستثمار داخل هذا المجال في مصر وفي الدول أيضا المشاركة تحت منصة جامعة الدول العربية. تستمر فعاليات هذا المنتدى لمدة 3 أيام منذ هذا اليوم وحتى 8 من هذا الشهر، وهذا هو أبرز ما لدينا فيما يتعلق بالمنتدى العربي 6 للطاقة النووية. والكلمة تعود إليكم مرة أخرى في الاستوديو.